صباح الخير لكل مشاهدين اللي عم يتابعونا بلبنان والعالم. نبدأ بالفقرة الروحية ونسمع إنجيل اليوم مع الراهب الماروني المريمي الأب جوزيف سعد. المجد لله. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. فلو لم آتي ولم أكلمهم لما كانت عليهم خطيئة، وأما الآن فلا حجة لهم في خطيئتهم. فمن أبغضني أبغض أبي أيضا، ولو لم أعمل بينهم هذه الأعمال التي يعملها أحد آخر لما كانت عليهم خطيئة. أما الآن وقد رأوها فإنهم ما ينفكون يبغضوني ويبغضون أبي، فتتم الكلمة المكتوبة في شريعتهم: إنهم أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء البرقليط الذي سأرسله إليكم من عند الآب، روح الحق الذي من الآب ينبثق، فهو يشهد لي، وأنتم أيضا ستشهدون لي لأنكم معي منذ الابتداء. حقا والأمان لجميعكم. لو لم آتي ما كانت عليهم خطيئة. قديه الجملة قاسية، وقديه كان يسوع عم بيحكي بطريقة كتير مباشرة وكتير واضحة لرؤساء الكهنة وللشعب اليهودي. بهيدي الانطلاقة عم يسوع عم بيقول لهم: شفتوا النور ولمسته، لمس اليد وشفته بالنظر واختبرته بالعجايب، انه الشيء اللي انا عملته ما حدا غيري قدر يعمله، وما حدا كان عنده هالسلطان انه يعمله. مع هيدا كله انتو بعدكم لليوم عم ترفضوني وعم ترفضوا الاب يلي ارسلني. بهيدا الانجيل بنشوف هالاتحاد بين يسوع والاب. لحظة يلي بيحكي: من رفضني رفض الاب، ومن ابغضني ابغض الاب ايضا. بنشوف هالاتحاد بالله، هالاله هالثالوث يلي ما بيتجزأ، يلي مزبوط نحن تعرفنا عليه بثلاث أقانيم: آب وابن وروح قدس. أنا ما هني بالواقع إله واحد، ما فينا نجزئه وما فينا نفرق بيناتهم. بقولون يا يسوع: أنا رايح وراح أبعتكن الروح المعزي، الروح البرقليط، الروح يلي بيهتم بالعالم، الروح يلي بيهتم فينا يلي حاضر، حتى نكون نحن عم نعيش وعم نفهم أكثر حقيقة الله بيناتنا. مزبوط يسوع جسد من 2000 سنة وعيش من 2000 سنة بيناتنا، إنما بعدنا نحن لليوم يوم عن يوم بقراءة الإنجيل، بقراءة الأحداث يلي قطعت، منفهم شي جديد. وهيدا جمال ورونا الإنجيل يلي بعده لليوم عم بيتأونن بحياتنا اليومية. قدام كل حدث ياما ومرات منلاقي جوابنا بالإنجيل، منلاقي الحدث قدامنا عم بيحكي معنا، مثل يلي هلأ يسوع قاطع بالإنجيل وعم بيحكي وعم بيتصرف معه. فهذا المنطلق هون يسوع انطلق وقال لهم: الشيء اللي عم تحكون كتب عنكم، الشيء اللي عم نعيشه عم بعيشه أنا معكم، منه مختلف عني ومنه غريب عني، لأنه قطع بتوراتهم، لأنه بالشريعة كان مكتوب: إنهم أبغضوني بلا سبب. وهذه كانت حالة يسوع، عمل معهم كل شيء منيح، عمل معهم كل الخير كل العجيب، ما رفض حدا كان عنده حاجة، إن كان يهودي وإن كان أجنبي. شفني كذا مرة اطلق نحو الأشخاص الغريبين عن اليهود، حتى يكون عم بينشر هالإيمان بالله، عم ينشر هالمحبة يلي الله غمرنا فيها. ومع هيدا كله أبغضوا بلا سبب، لأنه كان سببهم الطمع، كان سببهم الجشع، كان سببهم السلطة. هيدي الأسباب يلي ما هي أسباب بالواقع، ما هي أسباب حتى تبعدني عن الله، يلي بعدنا نحن لليوم بمجتمعنا منعيشها. وإذا منيجي ومنطلع أنا اليوم ليه بعيد عن الله، سبب واضح هو إشياء ما ألا طعمة، هي إشياء بسيطة أنا عايش من خلالها، ومن كل عقلي عامل منها، هي الهدف، هي المشروع، هي الأساس بحياتي. فهون دعوة يسوع لقلنا من خلال هذا الإنجيل أنه نوعى على الأساس بحياتنا، والأساس هو الروح البرقليط يلي بيشتغل فينا، يلي بيحكي فينا، يلي بيتنفس فينا الحق والحرية. من هذا المنطلق هون نحن خلقنا على صورة الله ومثاله، خلقنا أحرار،
خلينا قادرين نفكر، قادرين ناخد قرار غير عن كل شيء في خلايا بالعالم. نحن على صورة الله ومثاله لناخد قرار أنه نختاره أو حتى نرفضه. وهذا المنطلق هون، هيدا الروح اللي بيشهد لله هو اللي بيخلينا اليوم نشتغل الشغل يلي نحن بنشتغله، نعطي هالجمال بأعمالنا يلي كلنا بنتميز فيه. وهون بنشوف مواهب كل شخص منا كيف بتختلف باختلاف عمل الروح فيه. مش معناته أنه الروح بكل شخص بيختلف عن الشخص الثاني، إنما اليوم أنا كإنسان متميز والروح القدس بيميزني زيادة بالميز اللي أنا عنديها. فإذا ربنا دايما بينمي الشيء اللي فينا، بقوي الشيء اللي فينا، وبيعطينا دايما إنه نكتشف يوم عن يوم الصورة يلي الله حطها فينا، حتى نحن نكمل الله، نكمل مشروع الله إن كان بحياتنا أو بحياة الآخرين. لأنه أنا اليوم ماني عايش لحالي، يسوع خلقنا ضمن مجتمع، خلقنا ضمن كنيسة، ضمن عالم، حتى نكون أول شيء كلمة حلوة وصورة بتعكس جمال الله وبذات الوقت تلميذ له. فخلونا نحن نعرف اليوم نختار هالروح يلي عم يشتغل فينا، نعرف نختار الله ونحب الله إن كان آب أو ابن أو روح قدس، ونفهم أنه عمل دايما بيتم فينا لحتى يتمجد اسمه هو، لإله المجد إلى الأبد. آمين. مشاهدينا نتوقف مع بريك صغير ومنتابع. جانا معكم مشاهدينا لمتابعة حوارنا مع الأب جوزيف سعد. أبونا أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. مرسي ستيفاني. لفتني هيك ثلاث أفكار يمكن أفصحت عنهم بالتأمل اللي قلته. قديش اليوم نحن قالب الإنسان مهم لاحتواء الروح، يعني بمحل محلات قالب الإنسان وطبعه وقديش قدرته على تحمل عمل الروح فيه بيخلي الروح يشتغل أكتر فيه. يعني إذا اليوم إنسان منيح وشخصيته منيحة، أفكاره منيحة، الروح بيشتغل فيه أكتر. إنما إذا هو شخص مشراني يمكن أو بطبعه حد وعصبي يمكن الروح ما بيقدر يشتغل فيه. قديش هالمفارقة موجودة عندنا بحياتنا اليوم؟ طبع ببعض المطارح منكتسبه بالجو يلي منعيشه، بالجو يلي منربى فيه. ميزة الروح انه دايما بيشتغل كيف ما كانت الحالة يلي نحن مرقين فيها، كيف ما كان الوضع يلي نحن عايشين فيه. الروح عم بيشتغل وبيشتغل
بطريقة كتير مباشرة. نعم. يعني أنا اليوم إذا كنت حدا رايق أو حدا عصبي الروحة بيشتغل. بس بتختلف أكيد. اليوم اللي بيختلف ما إنه عامل للروح، بيختلف هو الطبع، وإذا بدك الصورة اللي بين فيها الإنسان. الروح يعمل. أنا اليوم نحن بنقول يسوع يقرأ على الباب، شطارة مين بيفتح له؟ بأي معنى؟ بمعنى أنا قديه بفتح اليوم هيدا الباب قديه هيدا الروح بيشتغل. فإذا أنا اليوم يلي بحدد بإرادتي أنا الشخصية قديه أنا بحاجة أو حابب إنه يكون ربنا عم يشتغل بحياتي، بمشروعي، بعملي، بنهاري، وهيدا بتختلف من الدقيقة للتاني، من الساعة للتاني، من المشروع، من القعدة يلي أنا موجود فيهن. وهيدا هون القرار شخصي على الآخر. فمن هيدا المنطلق هون الروح ما له حدود بالعمل، الإنسان يلي بيحدد، والطبع بيخلينا شوي نحن نتقرب من الإنسان أو نبعد. يعني وقت اللي شخص طبعه حاد، لو الروح القدس بده يشتغل فيه قد ما عم يشتغل بهداك الشخص، رح تلاقي العالم برضه بتنفر منه، أو بده وقت تتعود هو هيك. صح. خلاص أنا نعرف اليوم إنه فلان طالع صوته طبيعي، ما هيدا فلان صوته دايما طالع. بينا بس تلتقي بحدا رايق وهادي، شو بتلاقي صوته طلع بتقول اسم الصليب شو صاير. صحيح. او يعذره شو صاير، جو انه ما بيطلع صوته ليه طلع هلا. فهون رحنا على الطبع وعلى الكاركتر اكثر ما عم نحكي عن عمل الروح. الروح بيشتغل بغض النظر مين الانسان، شو الانسان، شو طبعه الانسان، او كيف عم بفكر. دائما الله هالقوه يلي عم تدفش فينا لقدام، نحن يلي يا بنفتح لها يا بنفرملها يا بنسكرها يا بنخنقها. بقول لها هون السراج بس يتضوى بينحط على نقطة عالية ما بيتخبى. صحيح. بس انه ينحط على نقطة عالية هذا صار قرار انسان، صار في انسان بده يفكر بده يحلل انه هذا اليوم لازم حطه على العالي مش حطه على الواطي، وقادر انا ضوي واخفيه وقول لهم انا مضوي بس هو منه مبين. فمن هذا المنطلق هون عمل الروح مربوط بالانسان بغض النظر اذا كان هو حدا رايق او حدا منفعل او حدا ببج. وهذا الشيء اللي بيخلي الانسان يتغير. يوم المجتمع ما بيغير إنسان. إذا الإنسان بتحطيه بقلب المجتمع وبيجرب المجتمع يغير فيه أو يعجن فيه للإنسان من بعد ما يكون كبر، بتلاقي الإنسان عم بيتشبص بقراره، برأيه، بشخصيته، بهويته، بيقولك أنا هيك. صحيح. بينما وقت اللي الروح القدس ببلش يشتغل بالإنسان بتلاقي ساعتها هونيك التغيير، لأنه الروح بيشتغل من جوا بالوقت اللي المجتمع بيشتغل من برا. فهذا التغيير يلي ممكن يطرق على الإنسان لحظة يلي بيفتح مجال للروح القدس، الله بيغيرنا من جوا وبيعطينا نفهم أكتر المجتمع اللي عايشين فيه، الأزمات، الكوارث، الضياع، الستريس يلي بنمرق فيه، بيصير ببعض المطرح نفهم ليه، شو السبب، ويكون أكيد مشروعنا أكتر رايح صوب النتيجة مش صوب كيف أنا بدي أوصل. طب انطلاقا من اللي قلته، في عبارة أبغضوني بلا سبب، يعني قديش اليوم نحن سهل علينا نبغض، يكون في عنا آفات، أو إذا فينا نقول ما رح نقول عنهم هن نوع من عوايد منكتسبها بالمجتمع، عم نحكي عن قصص بشعة كتير سهلة تنعمل. ليش كل شيء بشع سهل ينعمل أبونا؟ جات المثل يلي بنطلق فيه إذا بدك التهديم أهين بكتير من التعمير. اليوم يلي بده يخرب الدهين، نحن اليوم نعرفها إذا كنا طالعين على مشروع تصوير أو على إيفنت عم نصور أو عم ننقل، قده بيكلفنا أنه نركب قدام أنه نفك. صح. بس نجي تنفك بخمس دقايق بتكون العدة مطبوبة وخاصة، عم نحكي بترتيب. بس نجي تنمد قده بتاخد معنا وقت تنحدد وين تنمد تنرتب تنعمل إخبارنا كلها. دائما بس ننطلق نحو البناء، نحو الشيء الحلو، بده ياخذ وقت، بده يكون عندي طولة بال، بده يكون عندي ببعض المطارح الحضور اني شقلي بالشيء اللي عملته، انا بعرف حالي بالضبط خلصت هيدي هيك بتنضب انتهت. انا وقت التركيب في يكون مركب وركب بالقلب، رجع بدور، رجع غير، رجع شوف. فمن هذا المنطلق هون منه صعب وهين، انما هو في بعض المطارح في جمال وفي شغلة تعودنا عليها. اليوم نضب تعودنا عليه، اللي نفك ايه نفلش ونركب ونعمل تعودنا عليه، بس بزيت الوقت زيادة
بالتركيب بالانطلاق بالعمر في جمال بده يخلق بلحظتها لحظة يلي بوصل. اليوم بعرف حالي إذا طالع عندي تصوير أو شو ما كان عندي بحاجة لخمس كاميرات، بس ما بعرف وين الخمس كاميرات محلهم غير ما أوصل على موقع التصوير وحدد وارجع مد الكابلات حتى يوصلوا لنقطة التصوير. زدت شيء بمجتمعنا بحياتنا نحن بالطبع بطبعي أنا بكل شيء أنا بعيشه إني اكتسب شيء بشع هين لأنه ما في لزوم لا جمل فيه ولا ربي فيه ولا غير فيه. كان هو هيك. هو هيك خلاص إنه المسب اليوم قديش هيني واحد يتعلمه سبينا. خلاص من المسب قد بتاخد وقت. صح. لأنه مع إنه هي كلمة. هي كلمة بس شو بالنسبة إلي ما خلاص ما تعودنا عليها ما خاب ما هي بتعبر ما أنا بفش خلقه. طب فأذن هي منا شغلة مبنية فيه. هي شغلة ردة فعل. وهون أنا بدي أوعى على إنه حياتي تصير مبنية على أفعال مش على ردة فعل. وهذا المنطلق هون بلش أنا أفهم الشيء اللي عم بعيشه وبلش منطلق صوب البنيان. وقت اللي بيجي لعندي شخص وبيكسر علي بالسيارة أول شغلة بفكر فيها بزغر فيتاس وبطلع بدي أرجع أسكر عليه. صحيح. بدي أرجع أرد له إياه. إذا حدا زمر اللي بدي زمر له، إذا حدا سب اللي بدي سب له. بعضنا عايشين بالحلقة المغلقة يلي بتقول انفعال صار هيدا النتيجة. بس اليوم أبونا ما فينا نتغاضى على أنه الإنسان أوقات يمكن بتطلع منه قصص هي رياكشن أو تعبير عن اللي صدر من الآخر. يعني هذا الشيء بيجي بالفطرة، يمكن ردة فعل بالفطرة عند الإنسان. هي ردة فعل. أنا اليوم بدي أنمى بدرجة فينا نتخلى عنهم. أكيد فينا نتخلى عنهم. اليوم ردة الفعل إذا أنا بطبعي تعودت أنه قبل ما أنطل قبل ما أفتح تمي قبل ما أعمل حي الله حركة عد للواحد ما عليك عد أكتر، بس مجرد ما بدي أحكي قول واحد براسي وأحكي رح تليني ما بقسب ما بعوز زمر. أنا إنسان صار أروع ب90%. اليوم يعني بحاجة الإنسان لضبط النفس. أكيد. اليوم أنا قد بضبط نفسي قد أنا برتاح. أنا اليوم إذا شخص سبلي وسبيت له وصلنا على الخبيط وتخنقنا أنا وياه بيطلع خيشي شو أنه ما بعرف كيف سلم علي من أبسط الأمور رحنا لردة فعل صارت طابة تلج وأخذت العالم بدربة. نعم. فمن هذا المنطلق هون أنا كل ما أنطلق بردة فعل جوابها رح يكون ردة فعل. هون بتشوفي دايما ردات الفعل بتخلص بس حدا ياخد فعل ما بقى يرد. يعني شو دايما بس يتدخل واحد شو بيقوله للتاني روق ما بقى ترد. ليه؟ لأنه عم بيرد بإنفعال، يعني هي ردة فعل. صح. روق ما بقى ترد. بلشنا نفكر فات العقل على الدق منهم، بلشنا نستوعب الحالة وبلشنا نستوعب الشخص اللي قدامنا. ياما مريت بنقول كلمات منندم عنهم، بنقول انه كانت فوعد غضب، كان مسكر راسي، ما كنت طايق حالي، قلت الكلمة. طب بس ما الشخص اللي قدامي انا يمكن طحنته اليوم، يمكن طحنته، هو حاطط كل ثقته فيي، انا اليوم جيت وطحنته. طب من اي منطلق؟ من منطلق انا بس اذا انا معصب ساعتها وحدا يطلع بوجهي ما بيعرف كيف بيكلها، وإذا أنا معصب راحت أسرار العالم، صار مما طلع بوجهي عم فج وغميق بخبر كل شيء عنه لأنه بس بكل بساطة اليوم نكزني. فمن هيدا المنطلق هون بدي انطلق من ردة الفعل للفعل حتى بلش أنا إنما حتى بلش أنا أتغير حتى يبين نوعا ما السلام الداخلي اللي أنا عم يعيشه. وهيدي هون الميزة اللي بيعطينا إياها ربنا. بس انطلق نحو ربنا بدي أول شيء أتمثل فيه، بدي أتمثل بهالإله يلي تجسد يلي على الصليب مصلوب وعم بيموت وعم بيتعذب. قالوا له إذا كنت الله نزال. قال لهم اغفر لهم يا أبتي لهم لا يدرون ماذا يفعلون. فكل عمت ايه ما هيدا الله. لا هيدا منه الله، هيدا الله اللي تجسد. فإذن يلي كان على الصليب كان عم بيتعذب، يلي كان على الصليب كان خايف، قال له إلهي إلهي لماذا تركتني. وقبل بليلة قال له يا رب إن شئت أبعد عني هذه الكأس. اوكي هون رجع شفنا صورة الله انه لتكن مشيئتك لا مشيئتي. وهذا الانصياع ايه الانسان بيوصله بس هذا بينما مع الوقت. هون في نقول اوكي هيدا ربنا فاهم رح نتفق عليها، هيدا ربنا لتكن مشيئتك لا مشيئتي. هون بعدنا بمرحلة شوي بعيدة عنا بدنا وقت تنوصل له. بس انه اليوم الباقي اللي عايشه يسوع ما انا بدي اتمثل فيه. انا اليوم على اساس مسيحي، ما انا بحمل كلمة مسيحي لانه على اسم المسيح. طب وما بيشبهه بشيء؟ طب كيف هالمنطق؟ صحيح. أنا اليوم الولد بيشبه أمه وبيه، وقت بيجي ولد ما بيشبه أمه وبيه. في علامة استفهام بتسأل ابن مين هي؟ من وين جاية؟ إنه مش مضيعين فيه بالمستشفى. فزيت الشيء اليوم أنا اللي بدي يكون مسيحي وقال له نيها غاندي، قال لهم أعطوني مسيحكم وخلي لكم دينكم.
يعني اليوم ببعض المطارح الدين بده يتكامل مع الواقع اللي احنا عم نعيش فيه، ونبلش ننطلق نفهم انه الله هو حياة، منه بس رسوم واشارات وعلامات وتقويم بننطلق فيها. في بدي يروح ابعد للعمق، بلش اختبر مين الله بحياتي وكيف معقول اخلق هيدي العلاقه مع الله. لانه الصلاه منه بس تعداد وترداد، الصلاه هي حديث، هي حوار، هي لقاء. وقت اللي بوصل لهيدي النقطه انا ببلش بنطلق بافعال. طب انطلاقا من اللي قلته ابونا، عيش المسيحية يمكن البعض بيفكروا حملة تقيل، أو يمكن مبني على كتير والعديد من اللاهوت اللي يمكن بعض الأشخاص ما بيفهموه. ما بعرف إذا مطلوب منه هالإنسان أو هالفرد بالمجتمع يفهم هالقد لاهوت تيكون عم يطبق المسيحية. قديش اليوم نحن بحياتنا منطبق المسيحية أو بعض شعائر المسيحية؟ في جملتين قالهم يسوع بالإنجيل، بيقول لهم تعالوا إلي أيها المتعبون، فإذن في راحة ما في تعب. وبمحل تاني بيقول لهم احملوا نيري فنيري خفيف، فإذن النير هو اللي كان ينحط على الحيوان حتى يطلع على الفلاحة، وكان في وزن تيضل ضابط حتى يقدر يشد وراه ويضلوا بذات الوقت قادرين يعملوا كنترول عليه. يسوع بيقول لنا بالحالتين تعالوا ارتاحوا عندي وحملي خفيف. فإذا وقت اللي بدي انطلق على المجتمع بدي أعرف اختار، أنا مختار ربنا يعني بدي واجه العالم، مختار العالم إيه رح يكون العالم هين لأن أنا عايش ضمن العالم. يسوع بقلنا يوم هني ما أبغضوكم، طيب أبغضوكم، أبغضوكم لأنكم بتحبوني. صحيح، بهذا المنطق. يعني اليوم أنا وقت اللي بعيش العالم، العالم كارهني، العالم مش طايقني، لأنه بكل بساطة العالم منه طايق الله، منه طايق الحقيقة، منه طايق النور، لأنه العالم بده يفتش كيف هو يظهر. أنا اليوم أفتش أنا كيف بين، أنا اللي بدي بين. وقت اللي أفتش أنا كيف بدي إيه، بدي أدعس على فلان، بدي طفي لفلان، بدي أقطع فوقه، حتى أقول أنا اللي اشتغلت، أنا يلي مبين. والوقت اللي عم بشتغل مع ربنا صارت ما بقى بسأل إذا حدا شكرني ولا ما شكرني على شغلة أنا عملتها، هي يمكن مش مفروض كون عم بعمل، أو شغلة هي زيادة منا شغلتي أنا اليوم أشكر، إني يعني ماني طالب بقى اني انشكر. بعرف حالي اليوم اللي عم بعمله وعم بعمله مبسوط ومش ساعتني الدنيا، شكروني كثير منيح بنبسط. طب هذا الشيء ما بيفتح باب للاستغلال اليوم وقت اللي الشخص بيكون كثير عم يعطي بمراحل. انا اللي بحدد اليوم الاستغلال بحياتي، انا اليوم اللي فاتح الباب. الشخص اللي قدامي اذا استغلني مشكلته هو وربنا. انا اليوم علي يكون حاضر، انت حبيت تستغليني، مرت اللي من بعدها ما رح تزبط معك، يعني مرة عن مرة. صح، هالعمل المحبة لأنه منه منطلق من محبة تجاهي ما رح يكمل، ما رح يدوم. بس اليوم القوة عندي أني ضل مسابر على هيدا على هيدا المحبة، لو عارف بعض المحل فيها استغلال. يبقى المحبة بتقول لا، المحبة بتعرف تقول لا. وقت اللي أنا هيدا الشغلة اللي مطلوبة مني بمحل من المطارح، انت اليوم منك هالقد بحاجه لها، انت اليوم منطلقه من باب استغلال. انا اليوم علي اعرف ميز هيدا الطلب يلي وصلني اليوم، وعلى اساسه انا اليوم المحبه قد بتقول لا تشخص اللي قدامي يتعلم. اليوم المحبه الام بس يخلق ابنها، بل منبلش بالبيبرون بعدين منبلش نطعمين بالملقه، بس كمان قد ما بتحب ابنها بتعلمه يحمل الملقه وياكل فيها. هي ما معناتها انه امه تخلت عنه عم تقول له ما بدي طعميك، لا، عم بتعلمه كيف بده ياكل. وانا ذات الشيء بالمجتمع اللي بيشفي في بعض المطارح بدي اقول لا، هي لا الغير مباشره اذا فينا نقول، هيدي لا يلي بتخلي الشخص اللي قدامي ببعض يحمل مسؤوليه، ببعض المطارح يتعلم، ببعض المطارح ينمى. لانه انا اليوم كل ما اجى شخص اذا بده يعمل شغله بدي اعمل له اياها انا، طيب هذا الشخص وين صار؟ صح، وين موجود؟ لا، وقت اللي شخص بس مزروق ومتضايق ومنه ملحق طلب خدمه وقت يمكن ما يطلب، انا اجي مني لحالي ساعده. هون صرت عم بحكي من باب المحبه، المحبه بتميز، المحبة بتعرف وين في محبة. وبزيد الوقت أنا في انطلق لأبعد من هيك، أنا اليوم طالما هالشخص في حدا بحاجة لإلي في هالمحبة يلي مطلوبة مني، أنا علي أقوم فيها. والبقي ذاك الإنسان بيصطفل فيه هو يلي ببعض المطارح أنا اليوم عم بجذب دينوني على هذا الشخص. ليش؟ أنا بيعرفني أنا اليوم متواجد وبالخدمة، بس هل ترى أنت فعلا كنت بحاجة لإلي؟ أنا اليوم هالخدمة اللي أخذتها مني أنت غيرك خسرها. صح، الا اذا انا اليوم ما كان عندي شيء او مرتاح على وقتي قمت على الخدمه، الباب بيكبر ما بيصغر. واذا ما نفوت بالتفاصيل ما منخلص. انا علي بحالي اليوم انطلب مني شغله انا قادر اقوم فيها،
ما عندي شيء أولوي عليا، يعني دخلت ضمن الأولوية اللي أنا عم بعيش فيها، قادر أتخلى عن وقتي بنطلق فيها. عارف حالي إذا عملت هيدي الشغلة بلحق بعد على مسؤوليتي. أنا اليوم بدي انتبه لشغلة، أنا اليوم مؤتمن على مسؤولية، مؤتمن على عمل، مؤتمن على واقع. إذا أنا هيدا الواقع، هيدي الشغلة اللي عم بعملها بدها تخرب لي فيه، ما فيي أخدها. مش لأنه أنا اليوم ما بحب الشخص قلت له لا، لأنه بكل بساطة الواقع يلي أنا فيه ما بيفتح لي مجال أن يكون متواجد بهيدي الخدمة. أبونا بالعودة لإنجيل اليوم منشوف وكأنه الرب هون، إذا فينا نبين أو بين الإنجيل نكران جميل الإنسان بالنسبة لربنا، أنه اليوم شفتوا كل شيء وبعدكم تبغضوني، بعدكم مش لحقيني. اليوم بحياتنا وبمجتمعنا ببيوتنا الصغيرة اللي بيكون بالعادة ماشي بالخط المستقيم بالحياة الطبيعية ينبذ أو يستثنى من العديد من الأمكنة، من المراكز، يمكن مناصب معينة، حتى كمان بحياة الأشخاص إذا كان كتير منيح وهذا الشيء ما بيناسبهم يستثنى. قديش عم نعيش هذا الشيء وشو رأيك بالموضوع؟ بيقول يسوع أبناء هذا الجيل أذكى من أبناء الروح، لأنه نفوكس على هذا العالم يلي عايش فيه بالوقت يلي ابن الروح عايش كرمال عالم الملكوت. الوقت اللي احنا منعيشه ايه؟ أوقات كتير نحنا مننصدم أو منتصادم بواقع أنه أنا اليوم الإنسان يلي عايش على النظام، عايش بالحق، عايش بالصورة الحلوة، أمبز أنه بكل بساطة يمكن أبسط الأمور أنا ما بسب، بصير أعاير إيه أنه فلان ما بيسب، انه اف واو ما بتسب، انه وكانه هو الغلط، هو الغريب صح. ايه انه انت انه معقول ما بت ولا مره سبب، انه هي شو هي؟ ما هي شيء قادرين نسب قادرين، بس انه اليوم هذا التميز الصغير يلي منعيشه بخلينا نختلف عن العالم. هون بدي افهم شغله، العالم صرنا ماشيين تحت كلمه هاشتاج وترند، انه اليوم كيف ماشي العالم بنمشي معه. بدي اوعى لواقع حقيقه انه يسوع تحدى العالم. شو لحظة اللي راح على الموت كان ماشي عكس العالم، كل العالم كان عمله خلص حالك، بالوقت اللي هو كان رايح نحو الموت وكان قادر يخلص حاله، خلص قام الموت منه قادر يخلص حاله. فإذا أنا اليوم كإنسان إذا بدي عيش الترند المسيحي، بدي يكون مسيحي، بدي لحق الواقع المسيحي، إيه بدي أنبذ من المجتمع، بدي اختلف عن العالم، بدي يكون عندي وجهة نظر مختلفة، وما بدها تفرق معي انه اليوم انا صرت عايش لحالي. لانه اليوم اللي بيخسر حاله، اللي بيخسر هيدي الدنيا بيربح الملكوت، واللي بيربح هيدي الدنيا بيخسر الملكوت. صارت المعادلة واضحة قدام الانسان، اختار شو بدك، صارت واضحة. ربنا من هون والعالم من يعني هون. يعني فيها قتلة الخبرية؟ لا، مين قال فيها قتلة؟ فيها وضوح. انا اليوم وقت اللي واقع على الواقع اللي انا عايش فيه، عارف خيي هيدي الاكله بتتاكل سخنه، اذا اكلتها مسقعه بتضرك. بس ما كل عالم تاكلها مسقعه، معك حق، كل عالم تاكلها مسقعه وبتنضر. فيك تاكلها مسقعه وتنضر، وفيك تمشي عكس العالم وتاكلها سخنه. يعني اليوم مش غريب ابونا انه بعدنا لليوم عم نشهد بالعالم مش فقط بلبنان، عم نشهد اضطهادات للمسيحيين، اضطهادات للكنيسه، الكنيسه لا تزال مضطهده حتى اليوم. يعني بعيدا عن كل القصص اللي قراها الانسان وشافها والادله اللي صارت بين إيديه، بعض اليوم المسيحي والكنيسة مضطهدين. بلون يا يسوع لا تخافوا فقد اضطهدوني قبلكم. أنا مجرد أني مسيحي بدي استعد للاضطهاد. ليه؟ لأنه أنا اليوم ما بدي شيء من هالدنيا. بانطلاقة تفكيري، بانطلاقة حياتي، أنا أصلا تخليت عن هيدا العالم كرمال الملكوت. فإذا وقت أنا بطلع، أنا ما بقى يهمني المصاري، ما بقى يهمني المركز. بهيدول النقطتين هون يلي العالم ماشي وراهن، بلشت اختلف وبلشت اخلق مشكله اللي من حولي. لانه انا ليه؟ انا بشغلي ناجح وبمركزي تمام، بدي اترقى شيء طبيعي، لانه هو العالم ما في غض النظر عنهم، هذا العالم هيك ماشي. صحيح. بس اليوم ما عم بسعى لهم، بعلق مع مين؟ مع اللي عم يشتغل اقل مني، بس بالذات الوقت بده المنصب اللي انا فيه، بصير يقول لي شو؟ انت ما خرجك هالمركز. انت اليوم ليش انت جاي من الهواء على الارسال؟ شو لك في الموضوع؟ جاي من الجراج على الاداره؟ شو لك في الموضوع؟
بس ما أنا اليوم لحظة اللي كنت عم بتعلم لليوم المدير بده يكون عنده فكرة شو عم ينشغل حتى يكون واضح. فإذا هيدا التطور وهيدا النمو بيخلق تحدي بين طمع الإنسان وجشع الإنسان وبذات الوقت استحقاق الإنسان لشو هو مستحق. وقت كتير منشوف أنه بتقعد أشخاص سنين وسنين ورا مركز ما عم تنمى، شو فجأة بتلاقيها قطعت الكل وطلعت. طب ليه؟ بتلاقي هالأشخاص إلى سنين عم بتصلي لربنا حتى تتطور. فهيدا هون بنفهم أنه ربنا يمهل ولا يهمل، وربنا دايما كل ما طالت وقت الاستجابة تبعه كل ما عم يتحضر شيء كبير. يعني اليوم وقت اللي بدي لف كادو صغير بده معي 5 دقائق، بس وقت اللي عم لف كادو أكبر بياخد معي 10 دقائق، بده ياخد معي شغل أكتر. زدت الشيء مشروع ربنا بحياتنا، كل ما تكون مشاريع صغيرة كل ما رح ألمس ربنا أسرع بحياتي. طب إذا بدنا نحكي، إذا بدنا نحكي عن مشروع الإيمان اليوم بحياة الإنسان، قديش برأيك عدم الإيمان أو قلة الإيمان عند الإنسان ممكن تجعل منه إنسان خاطئ؟ لحظة يلي بخف الإيمان أنا بفوت على الخطية. اليوم وقت اللي بخف اتكالي على ربنا هيدي أول خطية. أنا اليوم شلت ربنا من هيدي، بطلت عم بتكل على ربنا. وقت كتير موسى على كرسي اعتراف أبونا أنا ما عندي خطية، ما بلشنا ما عندي خطية أنا صرت الله واحد. أدالك بلا اعتراف أبونا إلي تقريبا بحدود السنة كمان، أنه حدا بيكون على علاقة مع شخص بيغيب عنه هالقد، طيب تنرجع نكفي أعمال المحبة وين بحياتي؟ وأنا ما بأذي حدا، كتير منيح أنا ما بأذي حدا، بس هل ترى ساعدت حدا؟ أقول أنا بعمل وجباتي ومكمل وجباتي على الآخر، كل يوم بصلي كل يوم بصلي، بس هل ترى بسمع الله بصلاتي؟ تمام. اليوم بدي أعرف هو على الله اللي موجود بحياتي وعلى الإنسان الآخر اللي موجود بحياتي. فهون أنا كل ما زيد إيماني وما رح يزيد الإيمان موجود، كل ما أفهم أكتر إيماني كل ما أفهم أكتر ربنا قادر استوعب أكتر ربنا وين بحياتي، ربنا وين عم يشتغل، ووين أنا فعلا أو كيف أنا عم بقدر أقرأ الله بحياتي. اليوم بالأزمة بالمصيبة بقول إيه ربنا ضربني، ربنا تركنا، ربنا تخلى عنا، لا يا الله عم تعمل فينا هيك. أكتر شيء بنعيشه وقت الموت اليوم إنه اليوم إيه إنه ربنا تخلى عنا، ربنا أخده، ربنا بده إياه. بصير بتطلع هيك إنه قدي ربنا محدود أو قدي ربنا صغير، إنه بحاجة لإنسان معدوم حتى يكون عم بي حتى يكون موجود معه. نعم. احنا بعد منقول الله منه بحاجة لشيء، بصير لسه ليه يا الله أخدته؟ في واقع أنا عم بعيش فيه، في واقع بدي أفهمه، في وضوء، في شيء بدي أفهمه، إنه اليوم مش بس الله لخصته فيه، يوم الموت الله ما بيتدخل فيه. نعم. الرب بس حاضر تيستقبل هيدي الروح يلي راجع لعنده. أنا ما اليوم الموت ربنا ما حدده. طب ليه ربنا برد على عالم بعجاية بتكون الناس عم بتموتوا على عالم؟ لا، بر على ذات المنطلق، أنه اليوم يا هل ترى هالشي اللي طالبه هو ضروري لإلي، هو حاجة صحيح. هو في نتيجة إيجابية من بعد، ولا أنا عم بطلبه بس من باب الأنانية أنه لا بليز خلي لي إيه، أنا ما بعرف عيش بلاه بالوقت اللي أنا فيه عيش بلاه وشخص مني متكل عليه، بس أنه بنبسط فيه بحياتي. هذا البسط ببعض المطارح ربنا بفهمنا أنه في له حدود وفي له غير شيء. نرجع لهون لأعمى أريحة، بس اللي عيط له يسوع خلع رداءه. ليك قد كان الإنجيل واضح عم بيكتبها، يعني شو التفصيل اللي له معنى؟ خلع رداءه وقام عن يسوع. ليه؟ لأنه الرداء هو كان كل شيء بيملكه. صحيح. يعني شو مقيماً أنه مبطل بحاجة لإله، عارف حاله أنه أنا لحظة اللي وصلت لعند يسوع أنا رح أبصر، يعني أنا بطلت بحاجة لهيدا الرداء يلي لابسه، تقعد هون بهيدي الزاوية بهيدي اللطوة حتى أشهد حدا يعطيني مصاري. يعني الوحيد الشيء الأمان يلي كان موجود معه طلع عنه. المرأة الناسفة حدت يعني العالم. يعني اليوم هيدي مثل صورة اليوم أو دعوة لخروج الإنسان من القوقعة اللي هو فيها لعند الرب، بعيدا عن كل شيء بيملكه. مزبوط. بدي أفهم شغلة، أنا اليوم بس أتخلى ربنا رح يعطينا. الإنسان ما بيفرغ ما بيفضى، دايما ربنا بيعبينا أو ربنا بيعطينا أو ربنا بينمينا. فقدام هيدا الواقع، قدام هيدا الحقيقة، علي أفهم أنا ربنا كيف عم بيشتغل. وقت اللي أنا بتخلى عن شغلة كتير بسيطة ربنا رح يعطينا بدلة وبقلنا إياها. اللي بيتخلى عن خي وأخت رح أعطيه بدلهم 100 أضعاف، اللي بيتخلى عن أرض اللي بيتخلى عن بيت رح أعطيه بدلهم 100. وهذا الإنجيل اللي بنقراه نحن بندوراتنا الرهبانية، اليوم اللي بيتخلى عن شيء رح ياخده بدل عنه 100 ضعف.
هيدي شو بعضه على الأرض إضافة إلى الملكوت. فقدي ربنا عم بيعطينا بس قدي نحن بزيت الوقت رفضين نتخلى. وصل قدي موعي أنا عن هاي ما بتخلى، عن فلين ما بتخلى. تمام، ما أنت قبل بليلة مصلى وطيب يا رب إذا في شخص بده يؤذيني شيله من حياتي. طب ما الرب عم بيعمل مستحيل تيلغي هذا الشخص من حياته غير ما أوصل وانجرح وانأذي ويغيب من حياتي، بقول له وينك يا ربنا، مش عم تتدخل، مش عم تحميني. الرب عم يشتغل، بس أنا اليوم كمان بدي أفهم هل الله كيف عم يشتغل بحياتي وين عم يشتغل، ومش ضل لاحقه ليه وليه 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 وليه. ليه؟ لأنه لخيري. ليه؟ لأنه هذا الأفضل لإلي وهو شايف وما رح يعطيني شيء سيء. بقول يا إذا أنتم الآباء الأشرار تعطوا ولادكم سمك بدل حجر، وقت اللي بيكون ابنك جاع ما بتعطي حجر بتعطي سمكة، تخيلوا بيكون اللي بالسما لحظة اللي تطلبوا منه مش رح يقلكم لا وما رح يأذيكم. بس الشطارة إني أعرف أطلب وشو أطلب. أبونا بهيدي الفترة كتير عم تتعدد المناسبات بالكنيسة، ويوم أمس كان عيد عظيم اللي هو عيد الإربان المقدس. بدي هيك شوي لنكون عم نعرف المشاهدين وكل شخص اليوم عم يحضرنا قديش اليوم في أهمية للتعبد للقربان المقدس، مثل كتير والعديد من القديسين اللي كرموا القربان مثل القديس رفقة والقديس كارلو أكوتيس وغيرهم كتير. قديش أهمية الإربان بحياتنا مهمة؟ قديش تختصر هالمسيرة الطويلة؟ الإربانة يمكن بأقل كلمة ممكن نستعملها هي حضور الله بيناتنا. خيوم الله جسد بخبزة، بخبزة صغيرة، نعم، وما إلى قوة، وهي أبسط الأمور، وهي بس إنما بذات الوقت أساس الحياة اللي هو الخبز. التعبد للإربان هو التعبد لله، هو بكل بساطة الحضور مع الله، هو الولاء. يعني خلص أنا اليوم وقت اللي بدي أحكي شخص بروح لعنده، صح صار في الواتساب، بس بزيت الوقت وقت الشخص عن جد بيعني لي بغض النظر عن التليفونات والأخبار اللي منضل فيها بقصد. فتش على نهار أن يكون موجود معه. صحيح، التعبد للإربان، الحضور أمام الإربان، هيدي فعاليته اليوم، انه انا اليوم حاضر مع الله، قاعد مع الله في هالحديث، في هالقرب بيني وبين الله. ومن هون اكيد كل ما شخص اتقرب منه كل ما انا بغتني منه. يعني اليوم وقت اللي شخص عنده هيدي العظمه، عنده هيدي القوه، وانا قاعد معه، انا محمي، انا اليوم حاضر، انا اليوم في هذا الحديث، ما في شيء بيزعزعني وقت اللي انا موجود مع ربنا. بقول لنا اياها مربولوس، اذا كان الله معنا فمن علينا. فمن هذا المنطلق هون الحضور مع الإربان بصير بلش بفهم أكثر. أول شيء حياتي أنا اليوم بهالهدوء اللي قاعد فيه، بهالسكينة اللي قاعد فيها، أول شغلة بنطلق فيها هي أنا اليوم وين بحياتي، أنا اليوم شو بحياتي. تاني نقطة بلش استوعب أكثر ربنا يلي عم بيشتغل بحياتي، بصير بفهم الحدث اللي صار معي كان ربنا عم بيتدخل هون، خربت هون لأنه هيك، ليك زبطت هون والتقيت بفلين حتى يصير معنا هيك هيك هيك, هيك. ثالث نقطة بنطلق صوبة، بصير بفهم ربنا وين عم يشتغل بحياتي، وبلش انطلق لنقطة التسليم، بلش سلم ربنا. بس هاو ثلاث نقط حتى عيشه بدي يكون الله موجود، بدي يكون الله حاضر، بدي بلش استوعب الله يلي عم يشتغل بحياتي، وهيدي اشتغلون قادر اكتشفها بالإربان، لأنه الله حاضر، الله موجود، وبزيت الوقت قادر شوفه. ياما منشوفها أعظم العجائب كانت مع أكثر الأشخاص اللي ما كانت من الإربانة اللي عم تتحول كانت لجسد، لشقفة لحم. قدم هيدا الوقت هون الإنسان فيه يرفض، فيه ضل عيش النكران اللي هو شافوا العجائب، شفناها بالإنجيل، شافوا العجائب وشافوا يسوع ومع هيدا كله نكروا. اليوم بدي ركز على الإصرار أبونا، مثل تاريخ يوم أمس زحفت القديسة رفقة اللي حكينا عنها الأسبوع الماضي، بمسيرة حياتها زحفت للمشاركة بالقداس المبارك وتناول الإربان، علما أنه هي ما كانت قادرة تمشي. اليوم الزحف صوب الرب ما عم بيكون في له تهافت، يعني اليوم الإنسان بيكون بصحته وبيكون بملء يعني مثل ما بيقولوا شراقته، ولكن ما بيزحف صوب الرب، ما بيروح بإجرية على الكنيسة. هيدي المناقضة اليوم كتير، وفي ناس بتلاقيها ما عندها قوة، ما عندها يمكن الشجاعة أنه تواجه الرب وتوقف بحضرة الإربان، بتلاقيها يمكن بتروح لعنده. الله بحياتنا هو النداء الأخير.
هون ده الأخير تعرفي مثل اللي بيبقى مسافر بيوصل على المطار عم بحضر ورقه وكل أخباره بيبقى قاعد على الكرسي تيسمع نداء الأخير للرحلة بتلاقي بلش يركض قام وبلش يركض قبل مش عن يتلو نداء الرحلة زي تشتغل حياتنا ما يسوع دايما عم بينادي بحياتنا نعم يسوع دايما عم بينادي عم يفتش علينا بحياتنا أنا بس إنه هلا شو بدي فيه ربنا ما عليه بينطر في وقت ايه دفو لك خليني اخلص مشروعي بلا شو نحن هون نحن هون ان كانت بنعيشها بدعوتنا ب مش عم بحكي بس بدعوه الدير او 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 او, أو الرهبه انا عم بحكي بدعوتنا ب بتكرس بزواج بمشروع باعتراف دائما نوصل على نقطه ليك طول بالك لحين جاي الوقت هالنداء الاخير يلي بنعيشه مع ربنا بعيشني بنوع من المطارح على هامش حياة انه انا اليوم ايه بدي الله بس خليه للاخر خليني اعمل اللي انا بدي اعمله انه يا ليك او مثلا اللي بيوصل مع شيء بده يصلي لحظة خليني شيك شو فيه على السوشيال ميديا وبرجع بسكر تليفوني وبصلي وانا عم شيك خفيت غيب الله بس وقت اللي انا مسكر الدنيا بوجهي وقت اللي انا مزروك وقت اللي انا مزعوج صافي اول شيء بنسى السوشيال ميديا بنسى تليفوني تخيل وين في شيء كنيسه مفتوحه وين في شيء ابونا يصلي لي وين في شيء ابونا اقدر احكي معه طب ليه تارك حالك لاخر لحظه طب اليوم هي مسيره طب انا اليوم ليه ما في مرشد بحياتي ليه ما في شخص وقت اللي بكون تعبان بيجي بي غير مطهبط السماء على الارض تعرفوكم شيء ابونا يحكين احكي بحاجه اعترف طب قد لك يا ابني بلا اعتراف ليش 5 سنين طب انه الدنيا خربانه هلا فقت بيرجع ربنا بيبني بس كنت مضطر تعيش اللي عشته 5 سنين حتى تستوعب انه انت شطيت عن الموضوع ضروري يكون الابن الشاطر يعني غير ما اوصل اقعد مع الخنزير وجيت الخنزير حتى استوعب انه عند رب الاجره قادرين ياكلوا وبيفيد عنهم الخبز مضطر انا ارجع اوصل وحط بيني وبين زيت انه يا رب اعتبرني مثل حي الله خادم عندك بالبيت وقاعد ببيت بيي طب ما الاب فتح لنا الباب وقالنا هيدي الدنيا لإلكن أنا بدي أقعد عند الخنزير صارت إرادتك أنت صار طلبك أنت اليوم فمن هذا المنطلق هون بدي بلش أنا استوعب أنه أكترية الأشياء اللي أنا بعيشها هي من إيدي ربنا ما بده إلا الخير لإلنا وكل شيء بيمر بحياتنا ربنا حاطه بس أنا مش مستعجل لحظة خليني أعيش حياتي لاحق أتجوز لاحق فوت على الدار لاحق اعترف طب ما زيت خطيتي ما بكره رح ارجع اوقع فيها فرد مره يلا مرتين وبضل فايت فيهم مره ليه بدي فوت فيهم كل مره يعني هل ادو لجلت ما قالو جلت الابونا كل يوم يسمع خطيتي هي زيتها مين قال لك ما قالو جلتك بيقول لك ربنا منه ناطرك على كل لحظه بتتفركش فيها ترجع توقف يقول لك انا حدك تتوقف بيقول لك ربنا منه مشردق عليك حتى ربنا بيدعي ربنا بينادي ممنوع انا ابقى للنداء الاخير ممنوع ضل أجل بربنا أنا اللي عم بخسر مش ربنا ربنا عم بيناديني على مصلحتي ربنا عم بيناديني على مشروع اليوم أنا اللي حاجز التكت أنا اللي بدي سافر قال لي على الطيارة عم بينادي كرمالي لأن أنا زقفت آخر نداء طارت الطيارة بلاي راح المشروع فمن هذا المنطلق هون مع ربنا بدي أعرف حطه أول نداء اليوم أول نداء بيطلعني على الطيارة فاضية صحيح بياخذ مقعدي وبقعد بنطه بس قاعد ناطر محلي خلص انا عارف حالي على الوجهه منطلق ما بقى في شيء بعرقلني غير اللي بعده قاعد على الكرسي وقاعد ناطر النداء الاخير شو وصل على الطياره سوري استاذ ما لك محل لو كيف ما انا حاجز ايه مسيو بس انا الطياره فولت وحاجزين زياده ما لك محل بلبش ودبر اوتيل وخذ رجع اغراضك وطلع ورجع ثاني نهار من جديد تعب قبل بثلاث ساعات هون راح يتعلم انه يكون اول واحد واقف هون تعلمنا بس مع ربنا لأن ربنا بيسامح وربنا بنوعا ما معه الزهايمر بينسى وبيتناسى اللي نحن عم نمرق فيه وبقلنا طيب يا ابني تنبلش من جديد هاي ما ربنا معلي ربنا بيسامح ربنا بيسامح ايه ربنا بيسامح ربنا بيسامح للحظة يلي بدق الساعة وبدق الجرس اربع حمليني وده يكون حدا يصلي عني ساعتها ساعتها بنصير نحن راكدين مش قادرين نعمل شيء شوي العالم يلي من حولي يلي فاهمين شوي انا الفلتين اللي كنت عايش فيه بتلاقي مبلشين تسعيه من هون وجريجوريه من هون وقدسات من هون وتضرع يا ابونا صلوا له تيكون بالسما طب انه لازم تطرب الدنيا حتى نشوف الله وين بحياتنا لازم تخرب تقول له يا الله وينك صحيح ليش بس اللي بكون مبسوط ما انا مبسوط شو بدي بالله هلا مبسوط يلا ايه جاي عند الله رح اقول له ميرسي ما رح انسى اقول له ميرسي بس يلا لحظة خليني لأني في عالم عيب
هذا اللي عيشوه القديسين. بالكلام عن القديسين أبونا، بمثل هاليوم بتبلش تسعية القديس يعقوب الكبوشي اللي هالرهبنة لازالت حتى اليوم عم بتخرج قديسين، إيش اليوم برأيك الرهبنة إلى تأثير على الشخص أو على شخص الإنسان وبطريقة تعبده للرب وبتقديسه أيضا، وبتحول الإنسان لقديس، كيف هالشغلة بتصير؟ اليوم الرهبنة هي هوية، وإذا بتجي بتطلع فيها رهبنات لا تحصى، إنما ملخصة هي حياة، هي صلاة وعمل، هذا اللي بيختصر الحياة الرهبانية. القداسة هي مشروع على الكل، إنما اليوم الشخص بيختار الرهبنة لأنه بفتش على هيدي الصورة، على هيدي الهوية، على هيدا النمط، إذا بدك هيدا التشعب أو هيدا المفرق بالحياة حتى يكون عم بيعيش القداسة. اللي بيتجوز بينطلق نحو العائلة بزيت المشروع، مشروع القداسة إنما بتأسيس عائلة، اثنيناتهم مشروعين للقداسة. حتى اللي بيبقى أعزب هو كمان مشروع قداسة، كل حدا منهم بصورة مختلفة، بنمط مختلف، بحاجة مختلفة. اليوم في يكون أبونا بس ما في يكون سنجري، ما في يكون مصور، ما في يكون كتير إشياء، لأنه كل حدا منا عنده محله، عنده وظيفته، عنده وظيفته، وهذا الشيء اللي بيخلق منه التكامل. وهون بنشوف القداسة من هذا المنطلق. هون شفنا مكرسين قديسين، شفنا علمانيين قديسين، وكان آخرهم اللي كنا عم نحكي عنه يلي هالشاب كارلو أكوتيس يلي عمره 15 سنة وتقدس، وبذات الوقت شفنا دكاترة تقدست، علماء تقدسوا، وبذات الوقت نحن منعيد بتشرين عيد جميع القديسين. هالقديسين يلي هن فعلا قديسين، أنا مجرد أني ابن قدوس أنا قدوس، بس بذات الوقت يمكن ما ظهرت هالقداسة للعلن، فأنا عم بعيش القداسة بمختلف عن الشخص اللي عايش قدامي، بس أنا عايش القداسة. فالرهبنة هي نوع من القداسة، هي صورة، هي توجه، هي خيار ومسيرة بيتقدس من خلال الإنسان. ولا أوقات كتير الرهبنة بتكون نقطة ضياع، بتكون نقطة تفكك للإيمان لهذا الشخص، بيبقى فايت، يمكن فايت على الرهبنة محبة بالراحة، يمكن فايت لأنه ما لقى حاله بالمجتمع وبقي ضاين جوا. كتير نقول هذا الشخص ما بيضاين جوا، بس في أشخاص بتضاين، بس إنما المشروع والسؤال الأساسي وينك من قداستك؟ مثل اللي بيتجوز وبيبقى عايش سر الزواج بعمقه بمثل ما هو. اليوم إن كان الكهنوت وإن كان الزواج اثنيناتهم من أسرار الكنيسة اللي أعرف عيشهم. إذا عشتهم أنا على درب القداسة، وإذا قصرت فيهم إن كان المشروع الرهبان أو إن كان مشروع العائلة أنا كمان أبعدت عن مشروع الله بحياتي. أبونا نحن بدنا نتشكرك على كل شيء عم تعطينا إياه. مرسي إليك ستيفاني. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا قبل ما نختم ونفوت بفقرة تانية، بدي أذكر أنه ثقب يوم أمس عيد القربان المقدس، رح نشوف مقتطفات من مشاركة الناس ولتطواف بالقربان المقدس بمنطقة ذوق مصبح وزحلة، ومنتابع فقرتنا.